851 ألف وعدد العمال المؤمنين اجتماعيا بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوهران، مما استدعى إطلاق منصة إلكترونية آراءكم لتحسين الخدمات وتوطيد التواصل مع المواطنين. فيما يخص المنصة الرقمية تسهيلات هذه شهادة الانتساب، الآن ما تبقاش تروح للمصالح الضمان أو وكالة الضمان الاجتماعي باش تطلب شهادة انتساب، تدخل في المنصة الرقمية وتدخل تخرج شهادة الانتساب تاعك. دوك نقصت علينا هذيك العرقلة تاع الإجراءات اللي كانت من قبل، دوك أو ميم طون كونسيرن التيلي ديكلاراسيون تاني عاونتنا بزاف. أحسن تنجبل اللي ممكن زعما نطوروا نديفلوبوا التعامل مع الإدارة مع المواطن الجزائري. تحتوي المنصة على ثلاثة أقسام ستسمح بقياس وتقييم مدى نجاعة الخدمات المقدمة بالوكالة. الوزارة تاعنا فيها ثلاثة تاع لي ديريكسيون، فيها العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي. حنا اللي يهمنا سي الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي لاسيوري سوسيال. دونك في هذا لو سيت كيدخل، دوك تخرج له لاباج تاعنا وفيها زوج تاع الصوالح نجم يديرهم. فيها ان كيستيونير. هذا كيما نقولوا صبر الاراء، يعملوا صبر الاراء يعملوا هذاك، يدخل في ذاك الكيستيونير ويقرا لي كيستيون ويريبوندي عليهم. هذه تعاوننا لينا فتعاون الوزارة تاعنا بياسر الوصية باش يشوف المواطن واش ماشي راه يشكي وما هما الانشغالات تاعو. ستكون هذه الخدمة متوفرة إلى غاية 15 من جويلية لتوفير خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين.